بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاق جديد في منافسات رائعة في أيام مباركة وفي أجواء قائمة جزئيا. إذا مشاهدين الأعزاء ينطلق شوطنا 23 والذي يحمل في طياته وكشوفاته الجعدان الحقائق لتستبين الحقائق ولتنطلق الأسماء باحثة عن الفوز باحثة عن كلمة الناموس التي يطمح ويطمع لها الجميع دائما. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط إلى مقدمة الأسماء. هناك حبشان مسلم بن سالم بن ناصر بن دومان العامري، بينما أنتقل بالمركز الثاني لأجد الحضور من برزان محمد بن صغير بن علي الوهيبي، بينما أنتقل للمركز الثالث فمن أجد القائد القادم والمتدخل هذا دلمان والغميري بن راشد بن حريحر المزروعي يتحرك هنا في هذا المعترك وعديم يتجاوز في هذه المنافسة إلى المركز الأول مباشرة. عبد العزيز بن سعيد بن محمد بن مصبح القايدية، الله الأسماء هنا تتدخل والشعارات تبحث والكل يطمع لكسب الفوز وكسب كلمة الناموس، بينما الوصول الاخر من ملازم احمد بن محمد بن حليس الاكتبياتي ويتدخل ايضا ضمن المتدخلين، بينما المركز الخامس خامس المراكز وصول من شاهين حمدان بن محمد بن سالم الاعفاري، وسادس المراكز المركز السادس العابر عابرا للقارات هذا العابر المتقدم في هذا التحدي لعبد الله بن محمد بن احمد بن عباد الهاملي. هنا يتحول من خلال هذه المنافسة ويتحرك من خلال التحدي الجميل، لكني بعود الى المركز الاول بعود الى الصدارة الى مقدمة الشوط الى عديم عديم من مثلك عديم، هذا عديم اللي على المركز الاول لعبد العزيز بن سعيد بن محمد بن مصبح القايدي، ولكن التغيير من حبشان بدأ يتقدم على ارضية الميدان ويتقدم الجعدان ليكون في القائمة الاولى متصدرا للمشهد، ولكن التجاوز يبدأ سريعا من خلال وجوده هنا شاهين حمدان بن محمد بن سالم الاعفاري. من اللي تدخل؟ من اللي حضر؟ من اللي وصل؟ من اللي اتانا؟ هذا القادم في هذه اللحظات هو مسرف لسهيل بن خليفة بن سهيل المزروعي، يتصدر مباشرة إلى المركز الأول متقدما بالأمال متقدما بالطموحات متقدما بالإبداع الجميل. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ لمن الزعفران؟ لمن كلمة الناموس في أيام الأعياد؟ في أيام الأعياد والعيد عيدين، مع هذا الفوز اللي بيكسب الناموس واللي بينتصر هذا القادم. شوفوا للواصل، شوفوا للمتحرك بالمركز الثاني مطلوب علي بن لاحج الحلامي، الحلامي يتقدم هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ملفت مانع بن حمد بن سالم وهيبي يتقدم بملفته ومتعب رابعا لمحمد بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري. يهي معركة، يهو صراع، يهو نزاع، يهو هنا معترك جميل من بين هذه الأسماء، ولكن اللي غير مطلوب
مطلوب مطلوب، ولكن اشوف القادم، اشوف كفو محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي تصدر تقدم هنا على المركز الاول، اتى من بعيد لينتزع المركز الاول ويطير عن جميع المشاركين. هذا كفو بالرقم واحد، حمل هذا الابداع وطار به نحو الانتصار، بينما المركز الثاني ملفت مانع بن حمد بن سالم الوهيبي، لكن الكفو، لكن كفو هنا مع هذا الانتزاع، مع هذا الانتصار، مع هذا الفوز، كفو بالفعل اسم على مسمى. تهانينا والناموس لمالك كفو محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، سلام السلطنة، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في ملفت مانع بن حمد بن سالم الوهيبي، المركز الثالث كان متعب محمد بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري، المركز الرابع هداد خلفان بن سلطان بدري الكتبي، المركز الخامس كان حاضرا بالمركز الخامس اللي هو هنا مع هذا الاندفاع معز محمد بن عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي. اذا كفو هو البطل وهو المتوج وهو الفائز بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك كفو محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي على هذا الانتصار الجميل وهذا الشكل الجميل. ما شاء الله نوعية فاخرة وأداء كبير، 5:47 و9 أجزاء من الثانية، ثاني الناموس. أما المركز الثاني 5:50 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك ملفت هنا مانع بن حمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث 5:50 7 أجزاء من الثانية، كان الحضور والأداء الجميل هنا مع هذا الشوط مع متعب محمد بن سالم بن حمد عيسى المنصوري، تهانينا والناموس.